شلقريحة يرد على حفتر، وحفتر يستعد للرد عسكريا. شلقريحة اش عندك ما تردياش لقريحة البو سرت قبل لك وش ديالك، اش عندكم ما تردوا انتم راه غير في المواقع، راه كون جيتوا للواقع راه دردكم، عمرنا ما شفناكم في الواقع اولا، ضلوا تسبوا هاد وتتحداوا هاد وتقولوا هاد وتهددوا هاد وما كديروا حتى لعبه، لان ما عندكمش ما عندكمش واش وحدين الشعب ديالهم كيطيح بالجوع، العسكر ديالهم ما لقاش الماء باش غادي تحارب. شنقريحه وعمي تبولوا قشيحه وشوشع، ايديكم ربي. نجي نشوفوا هذا الفيديو، اول فيديو على بركه الله. لا ولن تقبل اي تهديد او وعيد من اي طرف كان، كما انها لن ترضخ لاي جهه مهما كانت قوتها ومن قوتها ماشي مشكل، كمل جمع غير العسكر ديالو. من هنا فاننا نحذر اشد التحذير هذه الأطراف وكل من تسول له نفسه المريضة نفسه والمتعطشة للسلطة من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلاماتها الترابية. سلاماتها الترابية سلامات، وغير كيكتبوا ليهم باش يهضروا، ما عرفوش ان حفتر الا مشى يضربهم راه داك ديالو ما يطير في السماء. ما بغيتش نقولوا يهديكم ربي يا هاد الكراغله، ولكن حفتر غادي يربيكم يعاود لكم الترابي، وتجيو لعندنا حاضر راسكم وتقولوا سمحوا لنا المغاربه كنا كنتعداو عليكم، ما كنتوش كتردوا علينا، راه لقينا اللي ربينا. ندوز الفيديو اخر. ماذا عن حفتر سيد الرئيس؟ سولوا على حفتر قال وليتي بقرا. ماذا عن حفتر سيد الرئيس؟ ما نشخصش الامور، انا حفتر يكلف ما نشخصش الامور، اللي بيت كلفوا به اللي بينا، انا ما عندي يريد ترشح للرئاسيات. الموسيقى هذه درنا بكبار داكشي باش كنوقفوا بزاف الاخوان، بيت كلفوا به اللي بينا، تكلفوا به اللي بينا، انت ما قادرش، انت ما قادرش. يريد ترشح للرئاسيات داك شغلو، الا كان قابلين اللي بينا ديرلو ديدات تاع الجزائر. تشك روح فوت روح شو لها جواب. قال لهم كي تهديدات انت عوض ضد الجزائر، قال لي تشك روح شو لها رئيس دولة دابا، هذا رئيس دولة، قال لي سير الجزائر. تشك روح فوت روح فوت غير روح وهدد الجزائر، غير روح وهدد الجزائر، والله الا الهضره ديال القهوي هذا دابا رئيس دوله، غير اجي وهدد الجزائر. والله الا الهضره ديال القهوي بالله، رئيس دوله هذا دابا، لا حول ولا قوه الا بالله. ندوز الفيديو اخر. تعال واه زوست لا يا ملوكه ملوكه 1 2 3 ديفا لا جيري I love you l'Algérie. Merci beaucoup. دابا علاش المغرب علاش المغرب في الاول؟ دابا انت بغيتي تقول 1 2 3 vive l'Algérie، بغيتي تحيي بلادك ولا بغيتي تعشق بلادك ولا تبغي بلادك ولا كذا، اش دخل المغرب اش دخل المغرب؟ شو شي بان يا صاحبي قدو قداش بقات لا في 90 بداو كيهزوا الوقت البدل الضائع باش يمشي بحالو، واش دخل دابا المغرب اش دخل المغرب؟ واش لاحظتوا مع انت غادي يسبق مروك وغادي انت تعال واه زوست لا يا مروكا مروكا 1 2 3 ديفا لا جيري اي لاف يو لا جيري ميرسي بوكو. وانت كتبغي الجزائر دخلنا حنا، علاش غادي تعيط لنا حنا المروك المروك؟ شوف زعما هذيك حياتك الشخصيه وداك الموضوع ديالك انت شخصيا، واش نتوما كيقصحكم فاش كيقولوا الله الوطن الملك عاش المغرب؟ ديما المغرب كتقصحكم صحاب لي جاب لكم الله، راه كتقصحنا حنا 1 2 3 فيف الجيري، راه عادي انت 1 2 3 فيف الجيري اش كتعني حتى لعبه 1 2 3 ديما الجزائر لا علاقه، زعما غادي تستفزنا ولا تقيس ما فهمتش انت. شوف تعال واه زوست لا يا مروكا مروكا
1 2 3 ديفا لجيري اي لاف يو لجيري ميرسي بوكو. تديك ديالها للراس كي كلش شبه ليا في الشوشه كلهم شواشح. ندوزو الفيديو اخر. اخوتي هادي في حاسي عامر قريت حاسي عامر. شوف شاحنه ديال الازبل هنا على اليسار ديال الجزائر وشوف هنا المغرب التطور ديالها. برافو المغاربه وفروا هادو برافو عليهم. اخويا تاع لاكوبا كي داير اخرى راه في الحرب وما عندناش هذا الربان هادو خدامه كي غادي يخدم لك هكاك ولي انت خدام غادي يخدم لك هذيك اخوت هذيك تاع حاسي بونيفه ابجو اخوتي يا عمك قاموا تاع عم هتلر هذا الرب هتلر وراح حق قبل ما يصبح هذيك اخوتي هذيك هضروا الله يرحم بوك هذو غادي ينقوا لك الطريق ولا يوسخوا لك الطريق ولا هذيك اخوتي. فرق شاسع فرق شاسع الاخوان. كشفك هيا راه جايين هذه ماشي كشفك كشفك تبهدله هذا كاميو تاع بلدية حاسي بونيف عندنا لا زون ديال السريه تاع كاميو كيما هذا من اللي تعطيش هذا اللي يقوم به كلاب الربان بعد الكلاب مربي ما تنقش عليهم بهذا الكاميو يمرضوا لك. كيعيشوا الستينات هذيك هي كيعيشوا الستينات. دوزو الفيديو. ونذكر بالخبر العاجل الذي ظهر على شاشتنا قبل قليل. قالت مصادر للجزيرة في ليبيا أن قوة مسلحة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرت على المنفذ الحدودي أيسين بين ليبيا والجزائر وأعلنته منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها. نيشان زيدوا دخلوا الوراء. ونشرت قيادة اللواء 128 معزز التابع لقوات حفتر صورا لتمركز قوته في المنفذ وقالت إنها تعزيزات وصلت إلى منطقة الحدود الجزائرية مع ليبيا. تظهر الصور تمركز عربات مدرعة وأخرى ذات دفع رباعي وعشرات السيارات المدججة بالأسلحة الرشاشة. نيشان ديو معكم السلاح راه الكراغلة راه غير قرطاسة وحدة يهربوا كامل. والمضادة للطيران في المعبر وفي المنطقة المحيطة به. جا اللي غادي يربي الكراغلة جاب رجليه. ندوزو الفيديو آخر. غمض عينك اتمنى حاجة قولها في الميكروتو. شنو يا تونس ما تتمنى شيء دي نحن موت والميت بعمره لا يتمنى وتقول لي غمض عينك واحلم ما بين شواطين ونحلم. والله الا شوف الدول العربيه كاملين ياك خلينا من الخليجيين وصحاب البترول والغاز هادو ديال شمال افريقيا فقدوا الامل الا المغرب راه مازال المغربي كيتمنى وكيحلم وكيشوف يوصل وكذا. هذا قال لي هذا التونسي قال لي الصحفي قال لي شوف سد عينيك وهضر في الميكرو قلنا اش كتمنى وباش كتحلم وكذا قال لي واش اللي في تونس غادي يبدا يحلم طلقنا نمشي بحال سمع سمع صوت طرح. غمض عينك اتمنى حاجه قولها في الميكروتو. شنو يا تونس ما تتمنى شيء في تونس ما تتمنى شيء قال لي احنا موت انا ميتين انا دينا احنا موت والميت بعمره لا يتمنى وتقول لي غمض عينك واحلم ما بين شواطين ونحلم تعالى دوز الفيديو اخر. دولة مدنية ماشي عسكرية. برافو عليك. واش راكم ديروا هنا يا الخوان؟ وجاكم صحيحة وجاكم صحيح. وري وجاكم. وجاكم صحيح يا الخوانة. حبيت تبعثوا الارمي تاعنا كوم دي مارسينال امالي ونيجر. اسكت انت ما تهدرش معايا اسكت انت عندك نهار اسكت عم يخلصوا فيك بدراهم باش مشي يا حركه يا خوانا. اعتراقني فاش لقى شي واحد اللي كيليوم هكا بحال هذا الجزائري برافو عليك يا خوانا. دوله مدنيه ماشي عسكريه. مشي انت ما سبكش باسكو راك قد بابا كون بس كبير شي فهمت انا شي بروف عليك. مشي يا خوانا يا مرتزقه نحي الدرابو هذا الدرابو ماتوا عليه الرجال ماتوا عليه الشهداء يا خوانا
انتوما جايين باش تفوتوا لي سيليكسيون، فوتوا لي سيليكسيون، ما تحشموش ما تحشموش. صور صور تملاه، صور وبعث لشواكرك، صور وبعث لشواكرك، صور ملاه هم يعرفوني ملاح، هم يعرفوني ملاح. صور هاي صور زعما يصيفطوا للكاميرا ناس قال لي صورني راه يعرفوني. يا الخونه دور وجهك، وري لي وجهك، وري لي وجهك انت، وري شو عطاه بظهره ما بغاش هذا بوحدو داك الكبير لي وجهك، وري لي وجهك يا الخونه يا مرتزقه. فوفولي انفاي لوتر ارمي كوم دي مارشين على بار امالي يا الخونه يا مرتزقه. كلاهم كلاهم راه خوف الكرغله، راه تنوض معاهم صحيح يرجعوا للور. إخوان وصلنا أخيرا الفيديو، تحياتي لكم، ديما مغرب ولا عزاء للكراغلة، ديما مغرب من طنجة إلى الكويرة، السلام عليكم.